النقطة المحورية التي يجب على المسلمين جميعا وعلينا جميعا ان نفكر فيها وان نتامل فيها ان النبي صلى الله عليه واله ماذا قال هذه الكلمة في قضية الامامة والولاية هيكل له كتاب حياته محمد صلى الله عليه واله في الطبعة الاولى من هذا الكتاب لاحظوا الطبعة الاولى ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه واله قال علي صفات للامام وخليفتي من بعدي بعد ما طبع الكتاب ضغطوا عليه جهات معينة، في الطبعة الثانية حذف هذه الكلمة، خليفتي من بعدي. هل النبي يقال علي خليفتي من بعدي أو لم يقل؟ هذه هي النقطة المحورية التي تتفرع منها كل هذه الخلافات بين المسلمين. او معظم هذه الخلافات بين المسلمين. هذا هو المفتاح. هل النبي صلى الله عليه واله جعل المرجعيه، المرجعيه الدينيه، المرجعيه الفكريه، المرجعيه السياسيه، المرجعيه القياديه المرجعيه الاقتصاديه لعليا او لا هذا هو المحور هذه هي القضيه المحوريه نحن نعتقد ان يوم الغدير هو المفتاح لحل هذه العقده الرئيسية التي تنشأ منها الألوف من العقد، مفتاح هذه العقدة تجدونه في كتاب العلامة الأميني رحمة الله عليه، كتاب الغدير، هذا الكتاب ينبغي أن يُقرأ من اوله الى اخر مفتاح هذه العقده التي هي المنشا لكل العقد تجدونه في كتاب المراجعات لذلك اذا تلاحظون كتاب المراجعات ضروري الكل يقراون كتاب المراجعات شرف الدين رحمه الله عليه مع شيخ الازهر قال بحثنا فقط في نقطه واحده وهذه نقطه الامام لان كل البحوث الاخرى تتفرع من هذه القضيه